ساكن ده مسكين مش بيجي لوحده، بيجي مع صاحبه. مين الحرف اللي قبله؟ يعني ايه حرف ساكن؟ يعني عليه سكون. احنا قلنا الحرف الساكن ده ايه؟ مسكين. مش بيجي لوحده، بيجي مع صاحبه. صاحبه مين الحرف اللي قبله؟ طب لما يقول لنا حلل الكلمات الى مقاطع صوتية وجايب لنا السكون، هنحل ازاي؟ نحل مع بعض. اول واحدة شئت. هنحط اول حرف هو ايه؟ الشين. وفي بعده ايه؟ حرف عليه سكون. الحرف السكون بيجي لوحده؟ لا، بيجي مع صاحبه. صاحبه مين حرف اللي يعني الهمزة اللي عليها سكون هتيجي مع حرف ايه؟ الشين. يبقى السكون هنا. ونكمل بقية الكلمة زي ما هي. والحرف الساكن مع ايه؟ يلا حرف الساكن مع يلا كملي شاطرة. الحرف الساكن مع نحط السكون. والحرف الأخير شاطر شاطر. الحرف الساكن مع اللي ايه؟ شاطر. فأرى. طولي الألف. يلا حرف الساكن مع ايه يا طقة؟ مجيش الا مع صاحبه. صاحبه مين؟ لا، الحرف اللي قبل. النقطة بتاعت الفاء. يلا والحرف الأخير حرف متحرك يبقى زي ما هو لوحده. شاطر.